موضوع الخميرة هبسطها لكم ببساطة شديدة كده، زي ما يكون واحد مثلا بيلبس دبل اكس واديت له تي شيرت سمول، لما يجي يلبسه ايه اللي هيحصل؟ بالظبط هيتقطع كده او مش هينفع يلبسه، بس هو لو لبس التي شيرت بالعافية اكيد التي شيرت هيتقطع. نفس الموضوع بالظبط اللي احنا بنعمله لما نستعمل الخميرة مع الدقيق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه استعمل الدقيقه مع الدي مع الخميره والخميره مع الدي والتيشيرت بيتقطع؟ ايه اللوغاريتمات اللي بنحكي فيها دي، ولا ايه الحاجات اللي بنحكي فيها دي اصلا؟ ببساطه شديده، بمعنى تاني وببساطه قوي، لما بنيجي نشتغل وبعمل مثلا عندي نوع مخبوزات فيه 3 كوبايات دي مثلا، واحط له 5 معالق خميره واقول يلا خليها تعمل ايه، تختمر بسرعه، هل ده كلام مظبوط وصحيح؟ لا مش مظبوط وصحيح. كل نوع دقيق فيه شبكة جلوتينية بتتمدد لحتة معينة. يعني ايه لحتة معينة؟ يعني بتيجي مثلا كده تفضل تتمدد تتمدد وهوب تيجي واقفة، فالحتة دي ليها مقدار معين من الخميرة. برضو انا مش فاهم، عايز افهم اكتر. حاضر اوكي، نفهم اكتر. ازاي نفهم اكتر؟ في ناس كتيرة جدا بتقول العيش بنطلعه من الفرن نلاقيه مشقق ومش عارف هايش بزيادة، واوقات بيسيح واوقات مش عارف يحصل له ايه، ده كله بسبب ان انا مخمر زياده قوي، يعني حاطط خميره زياده، فده مش المفروض يتحط. كل حاجه ليها مقدار معين من الخميره. بالمعنى التاني اللي انا حكيت فيه بتاع التيشيرت والحاجات دي كلها، لما بزود التخمير وبزود الكميه بتاعه الخميره، المنسوب المظبوط بتاع الخميره، ببساطه شديده جدا ايه اللي بيحصل معايا؟ العجين معايا بيعمل معايا ايه من فوق؟ بيبدا يشقق، وكانه الوش بتاعه مقشف من فوق، او العيش نفسه كان مقطعه بسكينه. طبعا احنا في بعض الانواع العيش بيحصل له كده، او ممكن تلاقيه فرد خالص في الصاج. في ناس بتقول العيش انا جيت عملته مقبش وبقى عامل زي اللي بنجيبه من بره ولا حاجه زي كده، لكن ده اتفرش معايا في الصاج. ده بسبب الخميره الزياده، بسبب ممكن ميه زياده قوي، حاجات شبه كده يعني. فالخميره مهمه جدا، لازم نعملها بطريقه مظبوطه ونحطها بمعيار مظبوط علشان تديني نتيجه صح. ما ينفعش في الوصف مكتوب مثلا 2 معلقة خميرة وانا اقول لنفسي لا يلا نزود اكتر علشان نعمل ايه، نخليها تخمر بزيادة او تخمر معانا بسرعة. ده غلط جدا جدا جدا، وهيدي نتيجة معانا مش مظبوطة. اتمنى يكون الدرس ده او الحتة دي وصلت بسهولة.